معنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. كيف تنظر إلى التحركات العسكرية اليوم، تحرير الفلوجة بشكل شبه كامل والانطلاق لتحرير الموصل وبالتالي نينوى، كيف تنظر إلى هذه التحركات، تحركات الجيش العراقي والقوات العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هذه التحركات هي جزء لا يتجزأ من معادلة الصراع مع تنظيم حقيقة أول كثيرا في أذى المدنيين واستهدف سيادة العراق. لذلك الآن النشاط الذي يجري يفترض أن لا يقرأ فقط قراءة عسكرية وإنما أن يقرأ أيضا سياسيا، لأنه هناك مفاعيل يعني كبيرة لها دور مؤثر في معادلة الصراع مع هذا التنظيم، ممثلة بموقف السكان المحليين فضلا عن الإرادات الإقليمية والدولية الداعمة والساندة لهذه العمليات التي تجري في العراق. ففي تقدير أنه المعادلة يعني الآن هي ليست معادلة تتعلق بصراع محلي بقدر ما هي ذات أبعاد إقليمية لم نقل دولية. صحيح. ففي تقدير أن المنجز الذي يتحقق هو منجز بالحقيقة سيصب في مصلحة الأمن الإقليمي، وهذه ضرورة من ضرورات إدارة أزمة على مستوى الإقليم وليس على المستوى المحلي. نعم. ولكن وتيرة التقدم وتحرير المناطق من تنظيم داعش، المنطقة تلو الأخرى والقرية والبلدة والمدينة تلو الأخرى، يبدو أن وتيرتها باتت أسرع من ذي قبل، صحيح؟ نعم بالحقيقة ولحاظ قضية أن هناك انهيار كبير جدا في معنويات مقاتلي هذا التنظيم، فضلا عن أنه دور المؤسسة العسكرية حققت نوع من الحرية والمرونة لعشائرنا في هذه المناطق أن تمارس دورا قتاليا أنشط مما كان عليه الحال. وفي تقديرنا أنه الآن ما يجري تأمينه من قاعدة بيانات دقيقة فضلا عن اندفاع المدنيين في القتال إلى جانب المؤسسة العسكرية جعل الإنجاز وبالتحديد في محور الفلوجة خصوصا وفي الأنبار عموما أكثر حيوية، وهذا ما نأمل أيضا سيحصل في الموصل. يعني الآن في الموصل في معركة الشرقاط هناك حضور قوي جدا ومؤثر لعشائر الجبور، وهؤلاء بالحقيقة يقدمون دعما حيويا يعني يضيفون فاعلية للعملية العسكرية، لأنهم بالأساس هم عشائر مقاتلة ولديها موقف اتجاه هذا التنظيم لأنه أساء التنظيم لها كثيرا، فضلا عن أنها تمتلك موارد قتالية وتأمين جهد استخباري عالي، وهذه بالحقيقة معادلة هي ربما بوصلة النصر تتضح من خلال. نعم. طيب دكتور أحمد، يعني على أقل تقدير هناك في الفلوجة، عندما نتحدث عن معركة الفلوجة، أقل تقدير 8000 مقاتل في صفوف تنظيم داعش، إلى أين ذهب هؤلاء؟ يعني اليوم الفلوجة شبه محررة. الحقيقة كان العدد كان العدد بهذا. الآن بالنسبة للمقاتلين الأجانب هم في حالة اشتباك، أما كثير من الذين بالحقيقة يعني بشكل أو بآخر اندفعوا خلف هذا التنظيم بعد الانتصارات وبعد التحول الذي حصل وبعد أن يعني شاهدوا قباحة هذا التنظيم تغيرت رؤاهم وتوجهاتهم، وأعتقد من الضروري جدا أن يبقى يعني حضن الوطن مفتوحا لمن يغير حساباته ويعيد اصطفافاته ضمن الاصطفاف الوطني. وهم أدركوا حقيقة أن الخلاف مع النموذج السياسي يفترض أن لا نضيع من أجل هذا الخلاف وطن، لأنه بالإمكان أن هذا النموذج السياسي نستبدله، ولكن إذا خسرنا وطن كيف نستبدل وطن؟ هذه الحقيقة باتت في الحقيقة يعني مؤثرة في سلوك من كان ربما قبل أو تعاون بشكل أو بآخر مع هذا التنظيم. هذه بالحقيقة قلبت معادلة التوازن، تنجفت من قدرات التنظيم الشيء الكثير. شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بغداد.